أول شيء إحنا قلنا معلومتين. المعلومة الأولى إنه الانفجار حصل بمركز لتجميع قذائف مخلفات الحرب، وبالتالي نعم هذا المركز تابع لحزب الله. والنقطة الثانية وهي الأهم، أن لا سقوط لشهداء وضحايا كما يزاع في بعض البيانات المزورة. وانتشر بالساعة الأخيرة بيانات مزورة حددت أسماء للشهداء. صحيح، هيدي ما أخذنا فيها لأن معروفة إنه قد تكون نيوز فيك. فيك نيوز، أوكي كفي. لكن لا قتلى ولا جرحى. نعم. معلومات أكيدة. حتى هذه اللحظة لا وجود لضحايا جراء هذا التفجير. أنا في أكد إنه هذا اسمه مركز لتخزين الأسلحة. هلا البعض عم بيقولوا إنه شو الفرق بين المستودع وبين مركز التجميع؟ بعتقد سيبك تسأل عميد اللي يسحنا أشطر مني. بس إنه هذا التوصيف الدقيق. أما كيف صار التفجير ومين حصل، بكون عم بكذب عليك إذا هلا بقول لك حسمت الرواية. لكن في يقول لك إنه في تقديرات أولية بتقول أن الانفجار ليس حافل جراء عدوان إسرائيلي. وبالذات أنه لم يكن هناك في الأجواء طيران معادي. لكن أنا بحترم نفسي وبحترم المشاهدين، ما في أحسم، أنا في أقول تقديرات الأولية. تقديرات الأولية تشير إلى أن خطأ فنيا قد حصل أدى إلى تفجير هذا المنزل الذي يوجد فيه إضافة إلى الأسلحة والقنابل من مخلفات الحرب. هناك أيضا قنابل عنقودية موجودة داخل هذا المكان أو داخل هذا المركز. هذا اللي مأكد لحد هلا. وأكثر من هيك بكون عم بشطح وعم حلل بصراحة. هون ما زالك عم تحكي عن سقوط قتلى أم جرحى. في مصدر في المكتب الإعلامي التابع لحزب الله ينفي للنهار خبر استهداف القيادة في الحزب علي سمير الرز أو أي قائد آخر. ما انفجر هو مركز لتجميع مخلفات حرب تموز أي الألغام. يعني هذا يتطابق مع الرواية يلي حضرتك عم تقليها، علما أنه في بعض المعلومات عم تحكي عن سقوط جريحين جراء هذا الانفجار. وإذا كنا عم نشوف حجم الدمار الذي سببه هذا الانفجار، يعني أكيد إذا كان في ناس موجودين أكيد على الأقل في عنا جرحى. ما بعرف، أنا هيك شايف. سؤال حضرتك فيه جواب مضبوط. لو كان في حدا موجود طبيعي يكون جريح، وأنا حرجع أكون دقيق معك. لا شهداء، أنا ما قلت لا جرحى، لا شهداء. هذا مركز لتجميع مخلفات الحرب في قنابل عنقودية أيضا. أنا من أول لحظة يمكن أول حدا قال أنه هذا المركز أو هذه النقطة هي لحزب الله، لكن حتى هذه اللحظة لا سقوط لشهداء. وكون أكيد أنه حزب الله ما بيخبي شهداء، وهيك معود بأرفول الإسرائيلية من عشرات السنين، ولا مرة بيخبي مين وأمتى وكيف. والدليل في الاستشهاد الأخير لعلي كامل محسن في قلب سوريا. صار اعتقدوا أنه حزب الله بوسط المنطق الطبيعي أن يخبي هذا الأمر، لم يخبيه ووقف علنية وأصدر بيان. وأنا بأكد لك إذا بيسقط شهداء لحزب الله بأي مطرح راح يكون في بيان. هذه استراتيجية ثابتة وليس التكتيك في أدبيات حزب الله. طيب نحن نتحدث عن خطأ فني حسب الرواية اللي حضرتك عم تعطينا إياها، حسب مصدر حتى هذه. طيب نحن سؤال افتراضي، في حال كان اعتداء إسرائيليا، عدوانا إسرائيليا على هذه المنطقة، على هذا المنزل والذي أدى إلى هذا الانفجار الكبير بحسب الوصف، هل نحن دخلنا في مرحلة جديدة؟ السؤال افتراضي. أكيد والجواب افتراضي. حتما. السيد حسن نصر الله، إذا أنا دقيق، بآب 2019 بعد حادث طيارة الدرون فوق الضاحية الجنوبية اللي كانت محملة متفجرات أمام المكتب الإعلامي لحزب الله المركزي، طلع ورسم معادلة واضحة. قال كل استهداف لمقاتلينا أو جنودنا أو مجاهدينا في سوريا سوف نرد عليه على طول الحدود وليس من مزارع شبعة، وكل استهداف داخل الأراضي اللبنانية سوف نرد عليه على الأكيد. وبالتالي إذا كنا نحن أمام سيناريو لا سمح الله غارة أو عدوان إسرائيلي، حتما هناك رد. بس أنا ما بدي زيد للناس هم فوق همهم وحط فرضية هي حتى هذه اللحظة مش موجودة. وأنا عم بحكيك واثق من كلامي أن التقديرات حتى قبل الاتصال بدقائق مع حضرتك عند الإخوان بحزب الله أن لا عمل إسرائيلي، وأن المسألة لها علاقة بخطأ تقني فني. وهذا ما نتمناه، لأنه بعتقد أنت ونحن وكل اللبنانيين مش ناقصنا اشتباكات زيادة. صحيح. أنا بدي أشكرك أستاذ سالم زهران على هذه المداخلة.